هناك أيضا شديد لهجن الرئاسة اللي ضم عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي على الصدارة، تابع المركز الثاني في هذه اللحظات على ثاني المراكز هملول من لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار. المركز المراكز الأولى المتقدمة الباحثة عن ناموس هذا الشوط، المركز السادس في هذه اللحظات وصل شاهين سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار. تابع المركز السابع وصل صوغان سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي واللي ضم السهيل بن سالم السهيل العامري، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. على المركز الأول في هذه اللحظات هناك أيضا صدارة هذا الشوط، مقدمة هذا الشوط منتبه هنا أيضا على الصدارة لهجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. التابع المركز الثاني اللي ماخذ المركز الثاني هملول لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. التابع المركز الثالث وصل شديد لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي البارع هناك أيضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير. المركز الرابع أتابع هذه الشعارات، أتابع هذه الأسماء الجميلة القادمة من المراكز الخلفية الباحثة عن ناموس هذا الشوط. شاهين وصل شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي واللي ضم السهيل بن سالم السهيل العامري، بينما المركز الخامس وصول وتحدي وإثارة من نجد في هذه اللحظات سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب عبد الله بن سالم المسافري في عملية التدريب والتضمير. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة هنا. الله يا هذه الشعارات القادمة هنا الباحثة عن ناموس هذا الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة مع المركز الأول هنا، التحدي والإثارة. هناك أيضا ما زال نجد، ما زال نجد ولا منتبع على الصدارة وهو في قمة الانتباه، في قمة الانتباه على صدارة هذا الشوط. الله خلاص باحث عن النقطة الثالثة، باحث عن النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم من بعد ما قدمنا هنا في الأشواط الماضية هنا نقطتين ذهبيتين في هذا الميدان في عاصمة الميادين. ينطلق مع منتبه في هذا الشوط في هذا المسار الجميل لهجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على الصدارة والمقدمة في عملية تضميره والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. ولكن هملول وصل، هملول تواجد، هملول هنا بشعار هجن الرئاسة واللي ضمره علي بن يميل الوهيبي. هناك ظافر المضمرين غني عن التعريف، بينما المركز الثالث وصل شاهين لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري المستحيل، المستحيل الذي لا يعرف المستحيل. هناك أيضا على المركز الثالث والمركز الرابع المركز الخامس وصل نجد هنا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في عملية التدريب والتضمير. خماسية الماسية تتشكل بشعار هجن الرئاسة على صدارة هذا الشوط مع المقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات.
عودة إلى الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. منتبه هناك أيضا على صدارة هذا الشوط لهجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يتواجد على الصدارة والمقدمة في عملية التدريب والتضمير. المركز الثاني هملول وصل، تقدم هملول بشعار هجن الرئاسة واللي ضمره علي بن يميل الوهيبي على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث وصل شاهين لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري في عملية التدريب. المركز الرابع وصل شاهين لهجن الرئاسة واللي ضمره راشد بن محمد بالسم المنصوري بينما شديد لهجن الرئاسة مع البارع. والمركز الخامس الله وصل الفارس، هنا تقدم الفارس لهجن الرئاسة هنا أيضا أعزائي المشاهدين، ولكن شعار هجن الرئاسة هذا شعار هجن الرئاسة شاهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وصل أبو محمد، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط. الله الله الله، منتبه ما زال هنا في قمة الانتباه على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. التحدي والإثارة، خلاص بدأ العرض هنا، بدأت الأوامر. المستحيل مع شعار هجن الرئاسة شاهين انطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن هناك الجدير باحث عن النقطة الثالثة في هذا المسار وفي هذا التحدي. هناك أيضا منتبه بشعار هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يتواجد على الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. هنا مشكور يا أبو أحمد على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. هنا 200 متر الأخيرة عن خط النهاية، عن الناموس هنا في هذا الشوط. النقطة الثالثة على التوالي هنا في هذا الصباح. سلام. هناك أيضا من بعد هنا فوز شقرة هنا أيضا والواعي هناك ياتي منتبه أيضا ليأكد بالنقطة الثالثة. بينما المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة المركز الثالث. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، هملول لهجن الرئاسة المركز الرابع، لحظات وصول شاهين لهجن الرئاسة والمركز الخامس. وصل هناك شديد لهجن الرئاسة، هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة. تهانينا والناموس لشعار هجن الرئاسة. وهناك أيضا سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي أيضا مشكور يا أبو أحمد على أيضا تقديم مثل هذه النوعيات هنا أيضا وإبراز النقطة الثالثة في عاصمة الميادين. أيضا 7 دقائق 47 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني كان من نصيب هملول. شاهين لهجن الرئاسة 7 دقائق 48 ثمان أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث لحظات وصول هملول لهجن الرئاسة. وتهانينا أيضا علي بن يميل الوهيبي لحظات الوصول العبور إلى خط النهائي 7 دقائق 57 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع الفائزين.